بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنبتدي ال diseases of the esophagus. هنبتدي بأول حاجة بال congenital، بتتولد معاك، بتتولد بيها، حاجة كده embryology خالص. احنا طبعا كلنا عارفين esophagus and trachea من نفس من الفورجات. يعني دي الفورجات اهي، بعد كده بتكمل ميد جات هيد جات. احنا دلوقتي في الفورجات، والجد دي بيطلع منها برعم كده بسبوس كده وينزل يعمل ايه تراكيه. بعد كده بينفصل ما بينهم تراكيو اسوفيجيال ايه سيبتوم. تمام، انا هخش دلوقتي في مرض اسمه اتريزيا. اتريزيا دي الاسوفيجاس ما اتعملش كويس، وبيبقى دايما دايما نسبه 90% معاها كمان تراكيو اسوفيجيال فيستو. يعني تراكيو اسوفيجيال ما اتفصلوش عن بعض، يعني الاسوفيجاس ما اتعملش كويس وما اتفصلش عن التراكية. شوف يعني حاجة في منتهى اسمه ده بيسموها ايه، الحزن يعني. ما علينا، طبعا احنا في الاتريزيا طبعا احنا مش بنتكلم كتير لان ده مش امبريولوجي، ده باثولوجي. فهو بيتكلم في حاجة واحدة بس، ما عرفناش نعمل كاناليزيشن كويس للاسوفيجس. يعني الاسوفيجس كله اتبنى ونزل للاستومك عادي بس ما اتفتحش، فضلت القناة مقفولة كده بإي بي سي إم، محشية إي بي سي إم. ده مش هيعدي أكل، يعني هو الطفل البيبي هيتولد مش عارف ياكل، أو اتعملت بس ما وصلتش حد الآخر زي ما شايف في الآخر كده بلايند ساك، في مقفولة يعني من تحت بلايند كده بلايند إن. بس دايما زي ما قلنا الأتريزيا دايما بتحب يبقى معاها أسوشيشن إيه؟ فيستيلا، تريكيو أسوفيجيال فيستيلا. الكتاب ما ذكرش غير فيستيلا واحدة بس اللي هي بتبقى في البروكسيمال، اللي هي دي. كتاب ذكر البروكسيمال فيستولا اللي بيبقى معاها دايما اسبيريشن نمونيا. ازاي معاها اسبيريشن نمونيا؟ البيبي هيتولد، امه تقول له يا اختي كمينه يا اختي كمينه، تعالى تعالى ارضع. فاللبن ينزل كده اهو، طبعا ينزل كده. ايه ده، هلاقي بلايند ساك، انا عايز اروح المعده، مفيش. اروح المعده مفيش، طب اروح فين؟ اقول له التراكيه. ينزل كده في التراكيه، يعمل لبنايتس في الايه، لبن لبنايتس على طول، لبنايتس في اللنج، واللنج يحصل فيها التهاب يعني نمونيا. وده اسبيريشن، شرق فيه اسبيريشن، جاي من بره، جاي من التراكيا، جاي من البرونكس، يعني كان ماشي في مجرى الهواء، فده اسمه اسبيريشن، اسمه اسبيريشن نمونيا. يبقى ان هو طفل بيبي المناعه بتاعته يعتبر ما فيش اصلا، هو ماشي بمناعه امه يعني. فبيجي له سيبتك برونكو نمونيا، مش فيتال، بتموت. بتموت يعني الطفل ده هيموت غالبا. طبعا اللبن بيبقى ستيرايل، بس الفكره نفسها ان كل الناس بتقعد تبوس في بق الواد اول ما ينزل، ما تفهمش في ايه يعني. فبينقلوا له بقى، بيقولوا كومنسس كانديدا بقى، وكل انواع البكتيريا يعني نيسيريا وستاف وكله. فهينزلوا مع اللبن طبيعي يعني، اللبن طبعا نازل من صدر امه ستيرايل، بس هينزل مع الكومنسس اللي هتبقى في بقه بسبب الناس عماله تبوس فيه. هتيجي تروح للرئه وهتيجي له برونكوسيبتيك نمونيا وهيموت. في فيستولا تانية بس تبقى ديستال، ديستال ودي بروكسيمال. طبعا مش عارف يعني البروكسيمال فوق والديستال تحت معروف. الفيستولا الديستال دي طبعا البيبي مش هيجيله جرد يعني من اول ما يتولد، فهيخش في اسبيريشن، هو صعب. فالهواء بينزل كده، البيبي بيبقى مولود اللنج بتاعته شرقانه غرقانه ميه، فبيبقى الريزيستنس هنا بتبقى اعلى بكتير من الايه، من الاستومك. فالهواء بيحب ينزل هنا، فنلاقي ديستنشن اوف ذا ستومك. طب دي احفظها ليه، احفظها ازاي؟ سؤال اورال شفوي، حد رخم عليك ماشي في الشارع، رحت المستشفى تبقى عارفها. لو هي بروكسيمال يبقى الفيستولا نوعين، هي طبعا مش نوعين بس، انواع كتير. لو هي بروكسيمال بحرف البي تعمل نيمونيا بحرف البي، ما النيمونيا اولها بي بس هي مش بتنطق. طب لو هي ديستال بحرف الدي تعمل ديستنشن بحرف الدي. تمام، ما تنساهاش بقى. لو هي بروكسيمال تعمل نيمونيا، برونكوسيبتيك نيمونيا، وشرحنا ليه خلاص، والعيان هيموت. ولو هي ديستال هتعمل ديستنشن والعيان هيموت برضه، مالناش دعوه هيموت ليه بس هو هيموت يعني. ودي كانت الاتريزيا. يبقى الاتريزيا عباره عن ايه، مش عارف اعمل كرنلايزيشن للاسوفيجس، او الاسوفيجس ما عملش كويس وكمان ساب ايه فتحه معانا على التراكيه، تريك اسوفيجيال فيستولا. يعني ايه فيستولا؟ فيستولا يعني ابدورمال كونكشن اوف ذا تو تيوبس. لو هي بروكسيمال هتدخلني في برونكسيبتيك نمونيا والعين هيموت. طب لو هي ديستال هتدخلني في ديستنشن اوف ذا ستومك والعين هيموت برضه.
طب ايه اعراضها؟ يعني البيبي ما بيعرفش يرضع، بيبقى عنده حاجه اسمها كافينج سبيلز، كافينج سبيلز، وكمان بيخش في فيفر والحاجات دي كلها بسبب البرونكو سيبتيك اسيبتيك اسبيريشن برونكو سيبتيك نيمونيا. ايه التريتمنت بتاعها؟ جراحه على طول، هات فلوس اخش اشيل لك الفيستولا دي واصلح لك الاسوفيكس. جراحه، الجراحين دول عايزين فلوس، هات فلوس على طول. تمام، دي كانت الاتريزي. والاتريزي حاجه بسيطه جدا، بس اهم حاجه بس نعرف البروكسيمال والديستال. طبعا في انواع كتير يعني، بس دول المور كومن. المور كومن طبعا البروكسيمال. تمام، دلوقتي نخش في الدايفرتيكولم. الدايفرتيكولم ده التيوب بزت لبره. الدايفرتيكولم فيه منه نوعين، ترو وفولس، زي الانيوريزم فيه ترو انيوريزم فيه فولس انيوريزم. ازاي نفرق ما بينهم؟ على حسب اللاست وول، الادفنتيشيا مشدوده معاهم ولا لا، واللو اكستنت للايه، ماسكولار ماسكلوز او ماسكولار بروبي. تمام، دي ترو. التراكشن دايفرتيكولم تبقى ترو، والبلسيشن دايفرتيكولم تبقى فولس او سودو حرف البي. ما علينا، يعني الفرق بينهم ازاي؟ ديت هتلاقي الادفنتيشيا اهي، بص مكمله كده، كله خرج لبره، كل باظ يعني. الاسوفيجاس كان كده، لا بقى كده. طب والفولس؟ لا، الاسوفيجاس كان كده وهيفضل كده، بس الميوكوزا والحاجات دي باظت لبره. والديجنريشن من ايه؟ الادفنتيشيا من هنا، يعني الادفنتيشيا مش مكمله معاها، والمسكوزا يعني مش مكمله كلها كمان، جزء منها بس اللي مكمل لكن الباقي لا. فدي بتبقى فولس، والفولس فوق وتحت، الفولس فوق وتحت، والترو في الميدل. يعني ايه؟ مش فاهم. بص بص الصورة اللي جاية دي، احنا قلنا الايه، فين طاش بعيد. ايوه كده، الاسوفيجس اناتوميكال متقسم ثلاث حتت، ابر وان ثيرد، ميدل وان ثيرد، لور وان ثيرد. الابر وان ثيرد والميدل واللور. طبعا اللور وان ثيرد دي مش مذكوره في الكتب بتاعتنا، ممكن نشطب عليها، بس هي بتبقى فولز دايفرتيكولم باي ذا واي. يعني الابر وان ثيرد دي مش مذكوره قوي برضه في الكتب بتاعتنا، بس هي بتيجي اسمها زينجر دايفرتيكولم. كومن يعني نوت ان كومن، بس هي شويه كومن. يعني بتيجي بسبب ضعف الكريكيو فارينجال ايه، مصر. كان في عضلات كده، استغفر الله العظيم، كانت موجوده في الفارينكس، وكلهم فارينجيال فارينكس فارينجيال فارينجيال فارينجيال. فكان في عضلتين كده ما بينهم مسافه كده، ولو العضله دي ضعيفه شويه ومش محافظه على التون بتاعها قوي، الاسوفيجاس بقى وانت بتبلع، بالذات وانت بتبلع كده كميه كبيره كده حلوه، هتبوظ بسبب الفورس، بريشر عالي، ولقيت حته فاضيه هبوظ، انا عايز ابوظ، هيبوظ عادي جدا. الاسوفيجاس بتاعك بوظ، بيعمل لك كيس كده، ولو جه حصل واحد بيحسه كده على جنب جنبه، بيجي عند كام يا ربي؟ بيجي عند السيرفايكال 5 6 تقريبا، في الحدود دي. الكيس ده مشكلته انه بيملى اكل، والاكل لما بيقعد فيه بيعمل ريحه وحشه، فدايما دايما مش شكوى العيان ده، ريحه بقه وحشه، باد اورال ايه، مع انه فيه سيلف هايجين كويس جدا، بس ريحه بقه وحشه. طبعا لو الموضوع ادفانسد قوي، الكيس ده بيكبر قوي بحيث ان ممكن يتحس بلبت الناس في جنب الفقرات الفرتبري، وده بيبقى فولس. يعني ايه فولس؟ قلت يعني مش كل، مش الميكوزا والماسكولوزا والادفنتيشا والساب ميكوزا كلهم خربوا، لا، تبقى ميكوزا بس بسبب الفورس، يعني حصل تير في تقطع، يعني في حته اتقطعت وخرجت بسبب الفورس. لكن اللي في الميدل دي بقى، وهي دي الليس كومن شويه، بس هي اللي بتبقى ترو. الترو دايفرتيكال بتبقى في الميدل، زي ما شايفين في الصوره هنا، الاسوفيجاس معدي جنبه الليفت مين برونكس. فلو حصل لاي سبب ما التراكيه دي والبرونكس دول حصل فيهم اي حاجه تعمل فايبروزس، فايبروزس ما عندوش مرحم، هيخش ويشد في الاسوفيجاس. فايه اللي يحصل بقى؟ حصل كده فايبروزس، يعني الصوره دي موضحه الفايبروزس بين الاسوفيجاس والتراكيا، اسوفيجاس والليفت مين برونكس، اسوفيجاس واللي وراه اللازق في التراكيا، كنا عارفين مين اللي مين الاقوى، التراكيا.
مين اللي طول عمره مفتوح ما بيتهزش؟ التراكيه. لكن الاسوفاجس ده كله اصلا على بعضه بيبقى عامل كده، لكن التراكيه بتبقى عامله كده. الاسوفاجس ما بيفتحش غير لما انت تقعد تاكل. الاسوفاجس مش انبوبه عامله كده طول حياتك، لا، بتبقى مقفوله، بتبقى لمه على بعضها، في ماسكولار تون قافل عليها. تمام؟ ايه اللي بيحصل بقى؟ انت تيجي تاكل كل شويه تاكل، فالاسوفاجس بريستلسس، كونتراكشن ريلاكسيشن كونتراكشن ريلاكسيشن كونتراكشن ريلاكسيشن كونتراكشن. يجي الاسوفاجس يكونتراكت، فهو الكونتراكشن بتاعه ايه؟ سيركولر، بيكونتراكت، بيقفل على نفسه كده اكتر وبيريلاكس، بيوسع. لما يجي يقفل على نفسه بيبعد عن التراكيه، ففي فينوم فايبروزس. فايه اللي بيحصل بقى؟ خناقه. الاسوفاجس يشد الفايبروز، التراكيه تقول له لا انا اللي هشد، ده يشد ده يشد ده يشد، الاسوفاجس اضعف. التراكيه اقوى طبعا بكتير، فيها سي شيب كارتليج كده، حاجه كده محترمه. فالتراكيه بتكسب. الاسوفاجس لما بيخسر يعني بيطلع منه الايه؟ الشكل ده، من كتر ما انت عمال تشد معاه البالونه باظت لبره، عملت دايفرتيكل، وده طبعا ممكن يرابشر وبرفريشن، وهيدخلنا في مشاكل كتير يعني. ده بليدنج في الميدياستاين. الكلام ده بيحصل فين؟ في البوستيريور ميدياستاين طبعا. بس وخصوصا كمان ان هنا كمان في الميدل ده والعك ده كله في الليفت اتريم قاعد هنا كده، الليفت اتريم بيبقى قاعد هنا كده، والقلب بقى مكمل كده يعني، حوار يعني. فالدايفرتيكلم عباره عن ايه؟ الدايفرتيكلم از ايريفرسبل. الدايفرتيكلم از ايريفرسبل. البيرمننت؟ يس اتس بيرمننت. فوريفر؟ اتس فوريفر. لازم سيرجيكال تريتمنت؟ لازم سيرجيكال تريتمنت. وفي منها نوعين، ترو فولس. الترو كله ميكوزا سب ميكوزا وماسكيلوزا وادفنتيشيا اللي هو الفول سيكنس. طب الفولس؟ لا، بياخد الميكوزا والسب ميكوزا بس، عشان حصل تيرنج اوف ادفنتيشيا اند ماسكيلوزا، والباقي بس بيخرج لبره ميكوزا اند سب ميكوزا. ايه اللي بيحصل لهم بقى؟ بيريتين الفود، وممكن يدخلك في ديسفيجيا، لان الاكل كده فضل هنا والبتاع ده هينزل كده يضغط عليه من هنا، والميكانيكال ستيميليشن هيقعد يضغط في شويه ميكانيكال يلا ما نبلعش بقى ونقعد نهزر مع بعض، فبيعمل ديسفيجيا. وقلنا كمان بيرمننت irreversible distension of the esophagus. بيرمننت irreversible irreversible بيرمننت بيرمننت irreversible irreversible. الفيرتيكولم از irreversible. الريفرس هي والانيوريزم، اي حاجه كده تيوب باظ منها حته، الريفرسبل بيرمننت الريفرسبل يب، ملهاش علاج غير ايه؟ سيرجيكال تريتمنت. كنت بس عايز اوريكم صوره بتاع ده، بس مش مهم. ده كده الدايفرتيكولم. احنا قلنا الاتريزيا وقلنا الدايفرتيكولم، نرجع نفكركم تاني بالاتريزيا. الاتريزيا دي كانت عباره عن الاسوفيجاس عنده بلايند اند، او الاسوفاجس اتعمل وما حصلوش كاناليزيشن، ما اتفتحش يعني، اتعمل لحد استومك بس، الاستومك بس ما اتفتحش من النص. ودايما دايما مع الاتريزيا نلاقي تريكيو اسوفيجيال فيستلا، مش دايما قوي يعني 90%. مين اللي بيحصل يعني؟ لو التريكيو اسوفيجيال فيستلا بروكسما دخلنا في نيمونيا بحرف بي، ولو هي ديستال اللي دخلنا في ديستنشن اوف ذا ستومك بحرف دي. وكلمنا على الدايفرتيكولم وقلنا ترو فولس، والدايفرتيكولم الترو بيبقى اول سيكنس، الفولس بيبقى ميكوزا اند سب ميكوزا اونلي، او شويه ماسكلوزا على حسب التير وصل لحد فين. وقلنا الاسوفيجيال دايفرتيكولم سي تايبس، ابر وميدل ولور، والابر واللور اللي فوق وتحت بيبقوا فولس، واللي في النص بتبقى ترو. الابر اسمها زينجر دايفرتيكولم، بتبقى بتبان عند الرقبه عند سي 5 كاف 6 على ما اتذكر، عشان انا مش فاكر الصراحه، وبتبقى بسبب ضعف في الكريتيو فارينجيال بارت، وبتطلع بين عضلتين السيروفارينجال كريكيو فارينجال سيروفارينجال كريكيو اند فارينجس خالص يعني. دينا شكل جيس، ودايما بمانيفست ريحه البق الوحش بسبب الفود ريمينتس، عشان الحته دي قريبه من الايه؟ من الاورال كافيتي. وقلنا دي بيرمننت ريفرسبل ريفرسبل، لازم سيرجيكال ان تدخل جراحي. دلوقتي هنخش بقى باخر حاجه معانا، الاكاليزيا. دي الاكاليزيا. دي الاكاليزيا. يعني ايه اكاليزيا؟ اكاليزيا يعني اللور اوسجيال سفنكتر قافل ما بيفتحش، هو كده مش هفتح. طب في سؤال كده، احنا في الفيسيولوجي رخم شويه، في الجي اي تي كنا عندنا اتنين اكسيتاتوري واتنين انهبيتوري، اتنين نيورو ترانسميتر، اتنين اكسيتاتوري واتنين انهبيتوري. الاثنين اكسيتاتوري هما الاستايل كولين والسبستنس بي، والاثنين انهبيتوري ايوه النو والفي اي بي. تمام، ايه اللي بيحصل بقى في الاكاليزيا؟ الاكاليزيا ده
مرض بيجي ميدل ايج كده، مش اول ما تتولد، لا مش كونجنتال، لا اتفضل، ممكن يجي كونجنتال او سرير. اللور اوسوفجيال سفنكتر يجي على خاطره ويزع ويقفش ما يفتحش، هي دي الاكاليزيا. فاي حد يقول لك يعني ايه يا ابني اكاليزيا، تقول له ايه؟ تقول له لور اوسوفجيال سفنكتر، لور اوسوفجيال سفنكتر قفل مش عايز يفتح، قفل خالص. ليه قفل؟ الانهبيتوري راح خلاص، فبقى في اوفر ايه ستيمولاتوري افكت. ده بيحصل ليه؟ قالوا ممكن يحصل برايمري. ليه؟ ما نعرفش. unknown 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 unknown. طب يعني ايه unknown؟ فصل لي يا عم. نيورال ديجنريشن يبقى برايمري unknown، ونيورال ديجنريشن خلاص يعني النيورال انهبيتوري ديجنريت راح. فبنبص كده ما نلاقوهمش، ما فيش ولا نوع ولا بي اي بي في اللور اسفنجيال سفنكتر، خصوصا ان هو في السولوجيكال سفنكتر مش اناتوميكال سفنكتر، فبيروح. فده نيورال ديجنريشن. طب ممكن يبقى السكندري، السكندري دي بقى ليها اسباب، يا اما ايه انفكشن عادي جدا، مرض اسمه تشاجز ديزيز، وده اكتر مرض ممكن يجي معاه. حاجه اسمها ايه ترابينوزوما كروزي، حاجه ملهاش لازمه في الحياه كده. المرض ده هيجي هيدي الاوفر هاند للستيمولاتور، ليه بدون، بس هو التهابات بقى، انفلاميشن بقى، قصه طويله. ممكن يجي مع الهربس، ممكن يجي مع الميسكس، ممكن تحصل بسبب مالتيبل سكلروز، جورجن سندروم، ممكن يحصل مع الدايابيتس ميليتس والالكحول الخمرجيه واللي عندهم سكر. ليه؟ الاثنين دول عندهم بي 12 ديفيشنسي، بينزل في الحمام يا اخي، بينزل في اليورين. طب البي 12 ديفيشنسي ده ناقصه بيعمل ايه؟ ناقصه بيعمل حاجه اسمها مهمه، بيعمل حاجه اسمها نيوروباسي نيوروباسي نيوروباسي. وهنا النيوروباسي هيبقى في الاوتونوميك نيرف سبلاي، اوتونوميك نيوروباسي بنسميها اوتونوميك نيوروباسي. النيوروباسي هتكون في الانهبيتوري برضك، شوف سبحان الله، يعني حاجه كل حاجه بتؤدي الى نفس الطريق. الاكاليزيا الانهبيتوري هنضيعها، ويفضل الاستيميليتوري واخدين الابر هاند اللي هو السبستنس بي اند استايل كولين. طب ما تقولي الاوتو امين ديزيز دي برضك مش فاهم، مالتيبل سكلوزز جوجرن سندروم، انتي بودي انتي بودي هات، تروح تضرب الاوربخ بلكسس، هتضرب مين؟ هضرب الانهبيتوري برضك، ما تفهمش. الانهبيتوري ده كل الناس بتيجي عليه، اي حد فيروس داخل يضرب انهبيتوري، مش عارف ايه داخل يضرب انهبيتوري. فالاوفر ايه اللي بياخد الابر هاند؟ الاستيميليتوري، وهم الاستايل كولين سبستنس بي، وبيقفلوا لور اوف سوفيجيال، بيتقفل تك 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 يتقفل خالص. طب عايزين نشخص، بنخش كده بلقين صبغه، نقول له اشرب الصبغه دي ونصور، بنلاقي المنظر ده بيسموه بيرد بيك ابيرنس، شبه من قرى العصفوره. نمسح نمسح الكلام ده هيبان شويه، كان دي راس العصفوره يعني، ودي عينيها كده اهو، وده ايه بقها كده من قرب تك 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 من قرب تحت كده يعني. ما علينا يعني. العيان ده بيشتكي من ايه؟ هو انا قلت دلوقتي ان الانهبيتوري بايظ صح، واللي قدامنا ده فلويد صح. طب هل الانهبيتوري بايظ خالص؟ لا، بايظ بنسبه 90%، يعني محتاج استيميلاتري عاليه جدا، عاليه تحت عشان يبان. ايه اللي ممكن يعمل استيميلاشن عالي قوي؟ الدايليتيشن اوسوفيجس وسع عشان يتملى اكل، فممكن يفتح ينزل شويه اكل وخلاص. انا قلت ايه؟ اكل، اكل يعني حاجه بلكي، حاجه في اكل كتير كده، عامل ستيمولاتور على الانتراك نيرف، بس افتح افتح. يقول لهم ما يقدرش يرد، مفيش انهبيتوري، مش عارف انهبيت الاسوفجيه. يقول لهم مش قادر، مفيش مفيش نو ولا فايا دي، مفيش انهبيتوري نيورونز، مش قادر افتح. فمن كتر ما هم قاعدين بيخبطوا على الباب كتير، كتروا 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 هيفتح. فالاكل ممكن يفتح اللور اسوفجيه سفنكتر، بس الميه عمرها ما تفتح. المايه اصلا ملمومه على بعض، عليها سيرفيس تنشن، بتحب بعض، مش عايزه تسيب بعض، فمش هتخبط على النيورونز، لا هتفضل قاعده كده. فالعيان ده بيشتكي من ديسفيجيا للميه، يجي يشرب ميه ما يقدرش، هيرجعها كلها، هتدخله في اسبيريشن نيمونيا. لكن ياكل، ها ممكن ياكل، لكن يشرب مفيش. ودي باص النيمونيا، انه بيبقى عنده ديسفيجيا للفلويد، عنده ديسفيجيا للفلويدز، لان انا محتاج سترونج ستيمولس للانتريك نيرف سيستم عشان افتح اللور اسوفجيال سفنكتر عشان يعدي. ومين المور باورفول في ستيمولنت، الميه ولا الاكل؟ اكيد الاكل، اكل اقوى بكتير.
بس هي دي الفكره، التركه بتاعت الاكاليزيا انها الديسفيجيا للفلويد نوت ووتر نوت فود سوري. بس وطبعا ايه علاج هنا؟ في حاجه اسمها هالر مايوتومي انا ما قريتش عنها قبل كده يعني، بس اللي عارفه يعني ان هو بيدخلوا بالون هنا كده ويفتحوه، فاللور اسفنجيال سفنكتر يطرشق، العضلات تتقطع كلها. في حاجه اخذناها في الفارما، بنحقنه بوتشلام توكسن، بحقنه بوتشلام توكسن، بوتشلام توكسن بتاع الكلوستريديوم بوتيليزم، بحقنه كل من 6 شهور ل 12 شهر بوتشلام توكسن، وبيبقى فيري افكتيف. بالذات طبعا بحتاجه للعيانين اللي ما يقدروش يخشوا اوضه العمليات، بحقنهم بوتشلام توكسن. تمام، لان التريتمنت باي ان انا سوري يعني في لفظ يعني ان انا اخرتق النور اسفنجيال سفنكتر مش حلو، لان هيدخلني في جلد، الاحسن بيبقى بوتشلام توكسنز يعني. تمام، شكرا جزيلا.